السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله في القناه هنا هبدا شرح فيسيولوجي من اول فيسيولوجي خالص. لكن قبل ما ابدا شرح فيسيولوجي، فانا عايز اوضح يعني ايه كلمه فيسيولوجي اصلا، وليه احنا المفروض ندرس فيسيولوجي، يعني ايه المشكله ما ندخل في المواد بعد كده على طول. يعني بالنسبه مثلا لماده الفيسيولوجي، فانت مش بتعالج بيها المرضى، مش بتروح تعالج المرضى وتستخدم علم الفسيولوجي معاك، يعني مش ده العلم الأساسي. انت بتديله دواء وخلاص، او بتشوفه عنده ايه وتديله دواء، فانت كده ما لكش علاقة بالفسيولوجي ساعتها قوي. لكن الفسيولوجي هي اللي بتساعدك تدرس باقي المواد الجاية. يعني ايه؟ انت عندك علم الفسيولوجي دوت، هو العلم اللي بتدرس فيه الجسم في طبيعته شغال ازاي، يعني القلب ضربات قلب القلب ضرباته في الطبيعي عاملة ازاي، او نبضاته في الطبيعية عاملة ازاي، الكبد الطبيعي عامل ازاي، الدم الطبيعي عامل ازاي، تعرف كل حاجه في الطبيعي، علشان بعد كده لما نيجي ندرس امراض، او تيجي انت تدرس امراض، يعني المرض هيعمل مشكله في الطبيعي، فانت تاخد بالك ان ده مش طبيعي. فانت لما تبص على البني ادم اللي عنده مرض، تاخد بالك هو ايه بالظبط اللي عنده مش طبيعي. ليه؟ لانك درست الطبيعي اللي هو الفسيولوجي كويس قوي. فلما تدرس الطبيعي كويس قوي والفسيولوجي كويس قوي، اول حاجه تقدر تعرف هو ايه اللي مش طبيعي عند الشخص دوت. تاني حاجه، غير ان الفسيولوجي بتساعدك في الامراض انك تعرف ايه اللي مش طبيعي، هي بتساعدك كمان في الادويه، في الفارماكولوجي مثلا لما تيجي تدرس الادويه بتعرف الدواء دوت شغال ازاي على القلب. طيب افرض انت ما ذاكرتش فسيولوجي كويس، يعني هيأثر ازاي معاك؟ انت هتيجي تدرس بعد كده مثلا اي ماده تانية، مثلا بالنسبه للتوكسيكولوجي، بالنسبه للفارماكولوجي، بالنسبه للباثولوجي، هتدرسهم كويس، ولكن تحس ان في حاجه ناقصه منك، بس مش تبقى عارف ايه هي اللي ناقصه منك بالظبط. تحس ان انت في حاجه واقعه بس مش عارف ايه هو اللي واقع. ليه مش تبقى عارف اصلا ايه هو اللي واقع؟ لان انت هتفتكر انك انت مثلا مش بتذاكر الماده الجديده كويس، وتقعد تذاكر الماده الجديده اكتر، ولكن هتكون المشكله انك ما ذاكرتش الماده القديمه كويس، او ما فهمتهاش كويس. فده بصفه عامه هو اهميه الفسيولوجي. فهي فعلا الفسيولوجي ماده مش بتستفيد بيها قوي بعد كده، مش بتستفيد بيها غير انك انت بتبدا تفهم المواد الجايه. من غير ما تفهم المواد الجاية كويس قوي، مش هتعرف تعالج أصلا بعد كده خالص. فهي الفسيولوجي مادة بتخليك تفهم المواد اللي بعد كده أفضل، والمواد اللي بعد كده بيخليك تفهم المواد اللي بعدهم أفضل، لحد ما توصل لمرحلة إنك أنت بتكشف على الناس. وبصفة عامة كل مادة بتدرسها في سنة أولى وفي سنة تانية بتساعدك بعد كده علشان تفهم أكتر الدنيا ماشية إزاي، ولكن مش دولت المواد اللي أنت بتستخدمهم في الكشف الفعلي أو في الشغل بتاعك. ولكن مش هتعرف تشوف الشغل بتاعك اللي هو تكشف على الناس بعد زمن طويل يعني ان شاء الله، من غير ما تكون فاهم دوت اصلا، لان لو مش فاهمهم مش تفهم اللي بعدهم، فبالتالي مش هتعرف اصلا اي حاجه خالص. بس كده، فانت عشان كده محتاج تذاكر فيسيولوجي كويس، ومحتاج تفهمها كويس. ان شاء الله بقى الفيديوهات الجايه هتكون عن فيسيولوجي، ونبدا نشرح اول حاجه فيها او اول تشابتر في الفيسيولوجي. مع السلامه.